لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. هذا الباب 27 كتاب التوحيد، ويذكر فيه ما جاء في التطير. وأشرنا قبل ذلك إلى التطير أنها مأخوذة من الطير، والطير والمقصد هنا أنه كان العرب يزجرون الطير. يزجر الطير يعني يكرش الطير، يهش الطير عشان يطير وينظر حيمشي يمين ولا يمشي شمال. فإذا طار الطير ناحية اليمين تيمنه يقول هذا يمن، هذا بركة. إذا طار الطائر ناحية الشمال يقول هذا شؤم. وكذلك كانوا يصنعون ذلك في الحيوانات: الأرنب، الظبي، الغزال، يقوموا يكرشوه فيجري. إذا جرى ناحية اليمين يقول هذا سانح، سانح، سنح، مشى يمين، هذا برك. إذا مشى ناحية الشمال يقول هذا برح، هذا برح، لا مش هيجي خير من وراء هذا الشيء. فهنا الدين يمنعنا من ذلك. الطير لا يملك نفسه شيئا ولا لغيره، كذلك السوانح والبوارح لا تملك نفسها ولا لغيرها شيئا. يبقى الذي يعتقد في هذا الشيء هذا إنسان خرج عن العقل الذي أعطاه الله عز وجل له، يتفكر ويعلم أن له خالقا وأن الخالق هو المدبر لأمر الكون كله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا علاقة للكواكب ولا للطيور ولا للغزلان ولا لغيره من الحيوان بأنه يؤدر لك خير ولا يؤدر لك شر. فلذلك نهانا الله عز وجل عن ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول العلماء أنه في قول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله، ذكر هنا ألا إنما طائرهم، هنا هذه في سورة الأعراف ذكر فرعون وجنوده وقومه. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإذا جاءتهم السيئة تطيروا بموسى ومن معه: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى هنا كان قوم فرعون كما يذكر الله عز وجل: أخذناهم بالسنين ونقص من الثمر. ليه أخذناهم بذلك؟ لكفرهم، لبغيهم، لتكذيبهم لموسى صلوات الله وسلامه عليه، لإذائهم للمؤمنين من بني إسرائيل. فلذلك ربنا سبحانه ضيق عليهم في سنوات، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين، كانوا مستكبرين. لما يرسل الله عز وجل عليهم الشيء بدل ما يتعظوا ويؤمنوا لا، يكذبون. في الآخر لما يضيق عليهم عيشهم وتضيق عليهم حياتهم يذهبون لموسى: ادعوا لنا ربك بما عهد عندنا، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم العذاب والرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. كل مرة 9 آيات بينات، كل مرة يشوفوا الآية طب حنؤمن، وبعد كده يكفروا. واستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فهذا حالهم، وهذا تعبير القرآن عن هؤلاء ماذا كانوا يقولون. يقول سبحانه: إذا جاءتهم الحسنة، لما جلهم الخصب، السعة، الطعام، يطلع الأرض تنبت بالزروع، يقوم يقول لنا هذه، إحنا نستاهل بجهدنا وتعبنا، إحنا اللي عملنا هذا الشيء. وينسون ربهم سبحانه وتبارك وتعالى ويعبدون فرعون من دون الله.
طيب إذا ضيق الله عز وجل عليهم يقولوا هذا شؤم موسى، هذا شؤم موسى، يقولون يتطير بموسى ومن معه، يعني بالمؤمنين من بني إسرائيل، وإن تصبهم سيئة يتطير. يبقى هنا كان أصل كلمة التطير من زجر الطير، وصارت بعد ذلك هذه الكلمة علامة على التشاؤم، علامة على التشاؤم اللي الشريعة بتنهانا عنه. لا، ما تتشاؤمش، ما تعودش نفسك التشاؤم. الشريعة تدعو للعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الشريعة لا تدعو للتواكل، لا تدعو ان الانسان يجلس في بيته وما يشتغلش، اصلا متشائم اصلا، لا لا لا، الشريعة تقول لك قوم توكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك تجد الشريعة تفرق بين الكلمة الطيبة يسمعها الانسان يوم يتفائل، يقول لك اتفائل براحتك، وان كان هذا التفاؤل مش هيجيب لك حاجة، لا هيقدم ولا هيأخر، بس ما فيش مانع. ليه؟ لانه لم يصدك عن العمل. لكن التشاؤم يمنع العبد من العمل، فنهت عنه الشريعة. وهنا الشيء الذي يفرح الإنسان، أنت فرحت لهذا الشيء افرح، بس اعرف أن هذا اللي فرحك لا حيزود ولا حينقص، مش حيعمل لك حاجة. إنما التشاؤم كان أغلب ذلك عند العرب، التشاؤم أنه لما يشوف حاجة ضيق لا مش هشتغل، مش هسافر، مش هعمل كذا، في شؤم حيحصل، هيحدث شيء. فهنا الشريعة تمنعك من ذلك، لك الذي يقدر المقادير هو الله سبحانه وتبارك، الذي يأمرك بالعمل الله سبحانه وتبارك، نفذ أمر الله وأعرض عن التهيؤات والخيالات الشيطانية التي يلقيها في بالك الشيطان. فهنا يقول الله عز وجل عن فرعون ومن معه لما كانوا يتشاءمون بموسى، ألا إنما طائرهم عند الله. يقوم البعض من الناس يقول لك طيب ما طائر ما ذكره وأثبت أن طائرهم أهو، لا، هذا معنى آخر، هذا معنى آخر. يبقى هنا تطيرهم، فجاءت كلمة تشاكلها، ودي عادة القرآن الكريم في الكلام البلاغي العظيم الفصيح اللي في أعلى درجات اللغة العربية في الفصاحة والبيان والبلاغة، لما يقول لك وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه مشاكلة لفظية، جزاء سيئة سيئة مثلها، السيئة أنت ارتكبت سيئة وقعت في معصية، هذه سيئة، جزاؤها سيئة، هل معصية أخرى؟ لا، مش المقصد ذلك، ولكن أن يجزيك الله بما يسوءك، بما يسوءك، فكانت الأولى معصية منك وكانت الثانية عدلا من الله سبحانه، وإن سمى الاثنين هذه سيئة وهذه سيئة، الأولى سيئة لأنها معصية منك فهي سيئة، الثانية سيئة لك أنت، لكن من الله عدل منه أن يعاقبك سبحانه وتبارك وتعالى. يسميها مشاكلة لفظية، يعني دي شكل دي بس تختلف عنها في المعنى. يبقى كأن معناها جزاء معصيتك وإساءتك أن الله عز وجل يعدل معك بأن يجزيك شيئا يسوءك، هذا من الله عدل وليس إساءة منه سبحانه وتبارك وتعالى. ونفس الشيء يتطير بموسى، يعني يتشاءم، طيب طائركم عند الله، شؤمكم هذا عند الله بسبب أعمالكم، يعني كأن هم تطيروا بإيه؟ بأن أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مبينات، هذه الآيات المفصلات من الله عز وجل عليهم كانت من الله عدلا من الله سبحانه. يبقى هنا بيقول سميته ده طير، سميته ده شؤم، طيب هذا ربنا مدخره عنده علشان يعاقبكم به خلال السنوات القادمات. يبقى من الله كان محض عدل منه أن يعاقبهم على ما فعلوا، أما هم يتطيرون بموسى هذا تشاؤمهم الذي يحاسبهم الله عز وجل عليه. يبقى على ذلك الإنسان حين يتشاءم الله عز وجل لك إن جزاء هذا التشاؤم الله مجهز لك عنده سبحانه وتبارك، إما في الدنيا يعدل لك عقوبة، وإما في الآخرة بالنار والعياذ بالله. كذلك في قوله سبحانه في سورة ياسين قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، هنا القرية التي ذكر الله عز وجل، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. الآيات هنا ربنا ذكر أن أهل قرية كانوا كفارا، فأرسل الله عز وجل إليهم رسلا يدعونهم إلى الله سبحانه، فكذبوا وأعرضوا، والآخر قالوا لهم إنا تطيرنا بكم، مش حنؤمن، إحنا متشائمين منكم، أنتم شؤم جاي لنا بالشؤم، إحنا طيب طائرهم عند الله سبحانه، قالوا طائركم معكم أي شؤمكم وعذابكم، أنتم قلتوا عنا إحنا شؤم
طيب حيدلكوا العذاب من عند الله عز وجل بتكذيبكم. هذا العذاب من الله سبحانه وإن سماه طائر ولكنه عدل من الله سبحانه بهؤلاء. قالوا طائر انتظروا جزاء تطيركم. يبقى ما قالوا تطيرنا منكم، فالرسل قالت لهم طائركم عند الله. هذا الشؤم الذي تزعمونه لا، ده من أعمالكم أنتم، حيدلكم العقوبة من الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. أئن ذكرناكم بالله قلتم أنتم شؤم، كعادة كثيرين من الناس حين يذكرون بالله سبحانه وهم في الملاهي وهم في اللعب وهم كذا، لكل شوية حتقول لنا بأخي شأمتنا أنت كذا، ويعرض ولا يعجبه أن ينصحه إنسان وأن يدعوه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء يقال لهم ذلك، أنتم تطيرتم فطائركم عند الله، أي عذابكم عند الله بتكذيبكم وإعراضكم ولإسرافكم، بل أنتم قوم مسرفون. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، أو ولا هامة ولا صفر، هذا في الصحيحين، وزاد مسلم: ولا نو ولا غول ولا غول. أشياء كان أهل الجاهلية يقولونها، يزعمون أشياء زي هنا العدوى. العدوى عند أهل الجاهلية إن الحاجة المريضة إذا تحطت جنب الحاجة السليمة هتعديها، ينتقل من هنا إلى هنا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تنسى قضاء الله وقدر، أن الله سبحانه إذا قدر ينتقل مغرض حينتقل، لم يقدر ذلك لن ينتقل. يبقى في النهاية ارجع لله، ما تبصش ابعد الجمل ده عن الجمل ده، ابعد الجمال هتعمل الجمال، ونسيت الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت خذ بالأسباب، لكن لا تنسب الأشياء إلى الدنيا وتنسى الله الذي يقدر هذه الأشياء. يبقى هنا الحديث لم ينفي العدوى بالكلي، ولكن ينفي أن يظن الإنسان أن مجرد السليم وقف جنب المريض لازم يعديه. هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا خطر على الإنسان، أنه حيبتدي يتجنب كل الناس ويبعد عن كل الناس ألا يعدون ألا كذا، وبعدين في الآخر ينسب الأمراض إلى الناس: فلان جاب لي المرض، فلان عمل لي كذا، فلان عمل لي كذا. طيب وفين ربنا الذي يقدر الأقدار سبحانه وتبارك وتعالى؟ يبقى هنا المؤمن يأخذ بالأسباب، ومع ذلك يعتقد أن الله سبحانه الذي يقدر ذلك. ولذلك جاء في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. يبقى هنا المعنى خذ بالأسباب، خذ بالأسباب. ترك الأسباب قدح في التشريع، الشريعة أمرتنا بالأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب. سبب الصحة إن أنت تأكل كويس، إن أنت تتعالج كويس، إن أنت تعمل، خذ بالأسباب فيها. لكن الاعتقاد إن اللي أنا عملته ده هو اللي جاب لي الصحة واللي أنا عملته، نسيت الله أنه الذي من عليك بذلك. يبقى الاعتقاد في الأسباب إن السبب اللي أنا أخذته هو ده اللي عمل لي كذا، لولا أن أنا عملت كذا لولا ما جاليش المرض، يبقى هذا السبب الذي مرض، الذي أمرضه والذي رفع عنه المرض، وينسى أن الله الذي يسبب ذلك. ذلك العلماء يقولون أن الاعتقاد في الأسباب قدح في العقيدة، قدح في عقيدة، قدح في توكل الإنسان. الاعتقاد معناه أنه ينسى الله سبحانه ويمتلئ قلبه بأنه الدكتور ده هو اللي عليني، هو اللي صحاني. لا، الدكتور هذا سبب من الأسباب، مش هو اللي بيصحيك. ولذلك كان الغلام، غلام الراهب، لما كان يشفي المرضى فإذا بناس يقولون: هذا يشفينا، إذا أنت بتشفينا. قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. من الله؟ فرعون. قل: الله ربي وربه، ورب الساحر ورب الراهب، ربهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله هو الذي يشفي، الإنسان لا يشفي، إنما الإنسان يعطي العلاج، الإنسان يعالج، يبقى الطبيب يعالج، إنما الذي يشفي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا ظن الإنسان أن الطبيب هذا هو اللي بيشفي، هذا ينقدح ذلك فيه، أو يقدح ذلك في عقيدته، أنه لم يؤمن بالله سبحانه أنه الذي يشفي، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. وإذا مرضت، إذا جاءني، طيب من اللي جاب المرض؟ الله، الله. ولكن هذا أدب من إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما يقول: وإذا مرضت، بدأ يقول: وأنت تمرضني وتشفيني، وهذا صحيح،
الله الذي يمرض العبد والله الذي يشفي العبد، الله الذي يحيي العبد والله الذي يميت العبد، الله الذي يعز العبد الله الذي يذل العبد، الله الذي يرفع والله الذي يخفض. ولكن التأدب في الكلام مع الله عز وجل، فكان إبراهيم في غاية الأدب حين يقول لله سبحانه وتبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت، ومع الاعتقاد أن الله الذي ينزل المرض والله الذي يرفع المرض. نفس الشيء كما قدمنا قبل ذلك عن أيوب، قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني الشيطان، هو أيوب ما عرفش أن الله الذي أمرضه، الله الذي أمرضه، لكن لا 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 لا، أنا ما اعترضتش على المرض خالص، ما اعترضتش على المرض. تعترض على إيه يا أيوب عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا أعترض على الله سبحانه. ولكن الشيطان ألقى في قلوب أصحابي الاثنين اللي بقولي من الدنيا بقى لي 18 سنة في العزاء بتخلى عني كل الناس، ما فيش حد بجواري، ما ألقى في قلب الاثنين إن أنا عملت معصية لذلك ربنا فعل بذلك. هذه كانت أقسى على أيوب من كل شيء، فلذلك نسب الشيء الشيطان الذي فعل هذا الشيء. أما المرض الله الذي يمرضه، وتأدبا مع الله ما قالش يا ربي أنت أمرضتني، لا، هو لم يعترض على الله سبحانه وتبارك وتعالى. الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى على ما يعتقده الإنسان، تحط سليم جنب مريض يروح المرض من هنا لهنا لوحده، لا، الله الذي يقول كن فيكون، إذا أمر إمرضه. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت بتقول لنا لا عدوى، أمال الجمال بتاعتنا مجرد ما يجي جمل الأجرب يقعد جنبها تروح كلها تمرض، كلها تتعدي فيها. هنا ما أنكرش النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سبب من الأسباب، ولكن قال فمن أعدى الأول، من أعدى؟ يعني أنت نظرت أن المرض مشى من هنا لهنا، طيب مين اللي أمرض هذا الأول؟ يقول أمرض جمال تانية، طيب تانية وتالت لغاية وصل لأول الجرب، أول جمل الجرب، مين اللي جربه؟ يسلم يقول الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا الاعتقاد أن خذ بالأسباب، خذ ابعد الجمل الأجرب عن الجمل الأخرى، لكن لا تقول أنه لابد أن ينتقل جرب من هنا إلى هنا من غير قدرة الله عز وجل. لا، لا ينتقل شيء إلا بقضاء الله وقدره. ولذلك لما يكون في الحديث الصحيح مسلم هنا لا يورد ممرض على مصح، ممرض معناه صاحب إبل مراد مريضة، إبل مريضة، الممرض صاحب الإبل دول، يعني اللي عنده الجمال بتاعته مريض، يورد معنى يسقيها، يوديها ترد المياه عشان تشرب، وبعدين هناك عند المية صاحب الإبل السليمة يقول له استنى، لما صاحب الإبل السليمة يمشي يبقى روح أنت. يبقى هنا أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، لا يورد ممرض على مصح، الحاجة المريضة ما تحطش جنب الحاجة السليمة، لكن انتقال المرض لا يكون إلا بإذن الله وبقضاء الله وقدره. وانت بتشوف به تلاقي البيت عنده اثنين ثلاثة من أهل البيت عندهم انفلونزا، وأهل البيت ما عندهمش حد، ويصحوا الاثنين، واحد عنده فيروس والفيروس مرض معدي ومرض من فيروس سي فيروس بي، ولا هو اللي عنده بقيت البيت ما عندهش بفضل الله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. فالغرض انه لا، مش شرط ان يكون المريض في مكان وجنبه أصحاء ان لازم ينتقل المرض، إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الكلام كله في مشيئة الله، إذا شاء أمرض الجميع وسبب الأسباب من إنسان مريض من حيوان مريض من كذا، يبقى حين نقول الله سبحانه الذي قدر ذلك، ويبقاش الناس يتخانقوا مع بعض، أنت وقف لي جنبي عادتني أنت عملت كذا، تجي الناس ما حدش يسلم على حد ما حدش يكلم حد، بسقف الدين يقول لنا لا لا، كونوا عباد الله إخوان، إن يكون بيننا التعارف والمحبة وإفشاء السلام، ما هوش التقاطع، وما نلاقيش الإنسان المريض نديله ظهرنا نمشي عنه، وهو أحوج ما يكون إلى الرحمة وإلى الدعاء. فلذلك إذا مشى أهل الجاهلية على ما هم فيه يبقى حيزجروا المريض، حيبعدوا عن المريض. ولذلك لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب كان كافرا وعياله كانوا كفر زيه، لما مات ابتلاه الله عز وجل بدأ اسمه العدسة، هذا الداء عند أهل العرب يقول هذا معدي جدا، ولذلك سابوه مرمي في البيت لغاية ما كان حيعفن، مش عارفين يعملوا فيه إن ندفنه إزاي، حنشيله حنتعدى منه، مع إن العدى ما بيحصلش عدوى من إنسان ميت، ولكن الله شاء إنه يزبله هكذا، يخليه إنسانا مكروها حيا وميتا لعنة الله عليه. فقاموا شالوه على العصيان، شالوه بعمدان طويلة بقوا يجرجروه ورموه في بير من الأبار، خايفين عياله فعلوا به هذا الشيء. هو اللي كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه الأبتر
المقطوع أشوف مين المقطوع الآن، هذا الإنسان. الغرض أن أهل الجاهلية كانوا يتوهمون أن مجرد ما يلمس حد مريض حتى لو كان ميتا حينتقد إليه العدوى التي فيه. الشريعة تقول لك لا، ما هيش بهذه الصورة، والله إذا شاء نقلها من مريض أو من غيره، إذا لم يشأ لم يحدث، حتى لو كنت بتاكل معه والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.